مرحبا، هاي أول محاضرة من محاضرات السيل بيولوجي اللي هي Introduction to Cell Biology. بحكي لي السيل بيولوجي يعني شو معنى السيل بيولوجي كاصطلاح؟ شو بحكي لي؟ بحكي لي The Study of Normal Cells Structures and Functions. تمام، إنه أنا بدي أدرس الخلية، بس يعني شو بدي أدرس من الخلية؟ الـ Structures والـ Function. أوكي؟ على المستوى على السيلولار والموليكولار. إذا أنا بدرسها، بدرس من السيل بيولوجي، بهمني من السيل بيولوجي الـ Structures والـ Function. على أي مستوى؟ السيلولار والموليكولار. السيلولار اللي هي مكونات الخلية بشكل عام، والموليكولار اللي هي DNA والRNA. تمام؟ بيجي بحكي لي السيل is the smallest and basic unit of a living body. كلنا بنعرف انه اصغر اشي موجود بجسم الانسان هو السيل، وهي البيسك يونت. البيسك يونت شو يعني؟ يعني انا عندي خليه مع خليه، ايش بعطيني؟ تيشو. تمام، تيشو مع تيشو ايش بعطيني؟ اورجان. طيب اورجان مع اورجان ايش بعطيني؟ بعطيني البدي. تمام، فالبدي من ايش تكون؟ من السيل. يعني اهم اشي كانت عندي السيل، بناء على السيل انا كملت تسلسلي. Every living body is made of different cell. يعني شو بحكي لي؟ بحكي لي انه انا جسمي مش بتكون بس من نوع واحد من الخلايا، لا، بتكون من انواع مختلفه. مثلا في عندي خلايا قلبيه، خلايا عضليه، خلايا عصبيه وهيك. اوكي، حجم السيل النورمال يعني حجمها الطبيعي من 4 ل 200 مايكرونز. المايكرونز اللي هي المايكرومتر. The living organism are either unicellular or multicellular. هاي مهمة. الخلية إما بتكون unicellular إما multicellular. unicellular مثل البكتيريا، وmulticellular مثل الإنسان. أوكي؟ The cell can't be seen by naked eye but by microscope. إنه أنا ما بقدر يعني أدرس أي خلية، أو حتى إني ما بقدر أشوفها، يعني مجرد إني أشوفها ما بقدر أشوفها بالعين المجردة غير بالمايكروسكوب. نيجي على مصطلح تاني اللي هو الهيستولوجي. هيستو معناته تيشو، اللي هو إحنا كنا نحكي علم الأنسجة. أوكي؟ شو يعني؟ معناته الميكروسكوبيك ستدي اوف تيشوز اوف ذا بودي اند هاو ذيس تيشوز فورم اورجانز. معناته انه انا بدرس التيشو تاعت البودي، تمام، وبدرس كيف هاي التيشو قاعده عم تعمل لي اورجانز، اللي كيف قاعده عم تعمل لي اعضاء، لانه احنا حكينا التيشو مع تيشو بتعطيني اورجان. اوكي، بس تحت شو؟ تحت الميكروسكوب. هون مثلا عندي انا سيل، هون عندي تيشو، هون عندي اورجان. methods of studying cell biology. يعني انا كيف بدرس الخليه؟ شو طرق دراسه الخليه؟ عندي سته. اوكي، اول شيء نجي على cell culture. cell culture معناته زراعه الخليه. تمام، من اسمها هيك زراعه الخليه، انا يعني بما انها زراعه انا بدي اياها تنمو، صح؟ تمام، معناته انا بوفر لها ظروف تناسب، يعني الظروف تناسبها لحتى تنمو. مثلا لما انا بروح على الغور، اوكي، الغور ايش اكثر فاكهه بنحسها موجوده فيه؟ اللي هي الموز. ليش؟ لانه الموز يعني بيئته الداخليه انه هو ايش بحتاج؟ بحتاج درجه حراره عاليه. فانا وين بزرعه؟ بزرعه بالغور. نفس الاشي انا مثلا عندي بكتيريا، البكتيريا ايش اكثر وسط بتحبه؟ الاجار. اوكي، فانا وين بزرعها؟ بزرعها بالاجار. مثلا عندي خليه ما بتحب بتعيش غير ببيئه 7، اروح احطها ببيئه 8؟ لا، ما انا اصلا بدي اياها تنمو. فانا لما بحطها ببيئه 7 انا يعني قاعده عم يعني بعمل خلل في الهوميوستاسيس. اوكي، فانا لازم احافظ على الهوميوستاسيس. تمام، ثاني شيء اللي هي نقرا ايش مكتوب. isolating the cells to study under controlled condition. يعني انا بتحكم، يعني ليش يعني شو بحكي لي under controlled condition؟ يعني ايش اتحكم فيه؟ لانه انا قاعد عم بزرعها خارج الجسم. هلا لو انها هي داخل جسمي، اوكي، جسمي راح يتحكم فيها، ويعني سبحان الله جسم بتكيف مع اي، يعني مش انا بتكيف، الجسم يعني خلاص هو بسوي الاشي على حسب ما بده اياه. استنوا شوي. ما كان ظبطه معي الجمله، بظبطها. يعني الجسم لو صار في خلل هو بظبطه. تمام، فانا لما بدي اعملها برا الخليه لازم انا يعني اتحكم فيها تكون مناسبه لهذا الشيء، لانه ما في شيء يصلح لو صار في عندي خلل. اوكي، السيل فراكشنيشن. السيل فراكشنيشن هي breaking the cells and subsequently to their components by centrifugation. هلا احنا بنعرف انه في عندي جهاز centrifugation، تمام، اللي هو انا بحط فيه الخليه او النسيج. اول شيء بصير في عندي breaking للسيل ميمبرين، بعدين بصير في عندي breaking للميمبرين اللي بيكون حوالين النيوكليوس، بعدين يعني لحتى ما اوصل للشيء اللي بدي اياه. تمام، فانا قاعده زي كاني قاعده عم بكسر بالخليه لاوصل للي بدي اياه. بعدين عندي الكروماتوغرافي. الكروماتوغرافي شو بيحكي لي؟ بيحكي لي separating molecules based on their physical and chemical properties. يعني انا باجي بحط ميكسشر، تمام، وهو هذا الكروماتوغرافي بيروح بيفصل لي الميكسشر لمكوناته، من ايش بتكون. مثلا لو جبت بروتين وليبيد، ميكسشر فيها بروتين وليبيد، تمام،
ورحت استخدمت طريقه الكروماتوجرافي. هلا هو راح يفصل لي البروتين، راح يفصل لي البروتين عن الليبيد بناء على الكيميكال وبناء على الفيزيكال بروبريتيز. اوكي، في حال اني استخدمت بروتين مثلا بدي افصل بس مكونات البروتين، شو بستخدم؟ بستخدم البيبر بدل الجل، لانه انا في عندي انواع كثيره من الكروماتوجرافي، واحده منها الجل كروماتوجرافي وواحده منها البيبر كروماتوجرافي. لو بدي استخدم بروتين شو بستخدم؟ بستخدم جل كروماتوجرافي. كروماتوجرافي بحكي لها سؤال، عم بشرح لها عن الكروماتوجرافي. بحكي لي الكروماتوجرافي بتكون من تو فيزز، اوكي، من الموبايل فيز بتكون من الاستيشنري فيز. اوكي، الموبايل فيز اما بتكون غاز او بتكون ليكويد، اما الاستيشنري فيز بتكون سوليد. باي حاله بتكون سوليد؟ يعني معطيني مثال انه بتكون سوليد باي حاله بالكروماتوجرافي بيبر. اوكي، شو بحكي لي؟ بحكي لي the separation occurs because the various component of the mixture spread through the paper at different rates. يعني بحكي لي انه الانفصال بيصير، يعني انه المكونات الاشي اللي انا حطيته قاعد عم تنفصل. شو سبب هذا الاشي؟ بحكي لي بسبب the various component of the mixture، يعني بسبب انه المكونات تاعته بتختلف. يعني مثلا لو انا جبت بس اكسجين، بس اكسجين تمام، وحطيته جوا هذا الكروماتوجرافي مش رح يفصل. يعني ليش؟ لانه هو بس بتكون من بس بتكون مكون واحد. اما لما بجيب مثلا مي، اوكي، بتتكون من عده مكونات، منها الهيدروجين، منها الاكسجين، منها الاملاح ال NaCl والشوائب وكثير شغلات تمام. لو جيت حطيتها بدي افصلها عن طريق الكروماتوجرافي، اوكي، هو بفصل لي اياها بمعدلات مختلفه. مثلا اول شيء قادر على انه يفصله هو الاكسجين. مثلا هون، مثلا هون هذا، مثلا لو نحكي انه هذا الاكسجين، مثلا هون نحكي انه هذا الهيدروجين، مثلا هون نحكي انه هذا NaCl يعني Na تمام، نحكي هون Cl، نحكي بعدين في عندي شوائب، فهو بفصل لي اياهم بمعدلات متفاوته. ثاني شيء عندي الالكتروفوريسيس، والالكتروفوريسيس هذا كلنا بنعرفه انه هو بفصل لي سيبريتنج شارجنج مولكيولز، انه انا بجيب مولكيولز بتكون مشحونه. مثل شو؟ مثل الدي ان اي، دي ان اي كلنا بنعرف انه هو مشحون بشحنه سالبه، بروح بحطه على الالكتروفوريسيس بفصل لي وبشغل الكتريكال فيلد، يعني هو بيشتغل تحت المجال الكهربائي تمام. هو بفصل لي اياهم حسب السايز والشارج. كيف؟ انه اللي حجمها صغير بتروح بتبعد مسافه كبيره لحد ما توصل للقطب الموجب. القطب الموجب عندي الجينيتك تكنولوجي. جينيتك تكنولوجي هي study gene structure and function. احنا حكينا السيل بيولوجي برضو الستركشر والفانكشن بس لشو؟ للسيل. اما الجينيتك تكنولوجي برضو الستركشر والفانكشن لمين؟ للجين. مثل شو يعني؟ ايش بقدر يعني شو الاشياء اللي بستخدمها بالجينيتك تكنولوجي؟ isolating gene انه نعزل جين، نحدد السيكونس للدي ان اي غير معروف، نعمل كوبي للجين، ونحدد الدي ان اي سيكونس اللي هدول اسمهم شو؟ كلونينج، اللي هي النسخ، او انه يعني نجيب قطعه ونكثرها اللي هي كلونينج. اوكي، ثاني اخر شيء اللي هي السادسه عندي سمول انيمال ايميجينج. سمول انيمال ايميجينج اللي هي الاس اي اي، شو بحكي لي؟ بحكي لي اكزاماين بيولوجيكال بروسيس فروم مولكيولر تو اورجان سيستم ليفل ان ليفينج انيمالز. بحكي لي من الامثله على هذا الشيء عندي البي اي تي سكان والام ار اي والسي تي. الام ار اي والبي اي تي سكان والسي تي هاي عباره عن فحوصات. هاي الفحوصات بتهمني شو؟ بالبري كلينيكال ستاديز. يعني مثلا انا قبل ما اجي اشخص الشخص، او في حال انا بدي اعمل دراسه، بروح اول يعني بدي اعمل دراسه على تشخيص معين تمام، اول شيء بروح بفحصه تمام. من هاي الفحوصات ايش هي؟ الام ار اي والسي تي تمام. فهي انه يعني نفحص العمليات الحيويه من المولكيولر، يعني من حد الدي ان اي او من حد الار ان اي لحد ما نوصل للاورجان. اوكي، هون في عندي صور اللي هي عندي استنوا شوي. الجمله انه هي مهمه للبري كلينيكال ستاديز هي كثير يعني اهم شيء من هاي العنوان. اوكي، عندي هنا الجل الكتروفوريسيس هيو هذا. اوكي، عندي هنا السمول انيمال ايميجينج اللي هون استخدموا شو؟ البوزيترون ايميجين توموغرافي. هون اللي هي انبعاث البوزيترون اللي هو مثل البروتون بس انه واحد موجب واحد سالب اشي زي هيك تمام. اللي هي هاي بس زي خلينا نرجع لها.
اللي هي هاي البي اي تي سكان، تمام؟ شو استخدموا؟ هاي بتستخدم في الطب النووي، اوكي؟ استخدموا انبعاث البوزيترون. شو طلعت معي؟ طلع معي هون مثلا النورمال برين هيك شكله، تمام؟ هون مثلا يعني عملوا فحص لشخص، تمام؟ ولكن كان معه ايش؟ باركنسون ديزيز. طلعوا كيف الشكل؟ يعني بيختلف، تمام؟ بس انه هاي يعني فحوصات انا بستخدمها، حكينا لعشان البري كلينيكال ستاديز مهمه. نشوف هون الريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي اللي هي هاي الجين تكنولوجي، اوكي؟ اللي كانت الخامسه، انا اشرح زي هيك احسن لي، اوكي؟ الجين تكنولوجي، تمام؟ من اللي هي عن طريق انه بنجيب فيكتور، هاي فيكتور دي ان اي، اوكي؟ بنروح بنقطعه، بنجيب جين انا يعني مرغوب فيه، يعني فياته شيء منيح، وبعمل وبلزقهم ببعض. اللي هي شو بصير هون؟ بصير هذا ريكومبيننت دي ان اي، وبروح بحطه بالجسم اللي انا محتاجيته عشان يصير له كلون، يعني عشان يعني يصير منه نسخ كتيرة وخلص يتعايش مع الجسم، اوكي؟ هون عندي البادي. البادي من ايش بتكون؟ بتكون من سيل، وبتكون من اكسترا سيلولار ماتريس اللي هو بتكون من خلايا واشياء برا الخليه، يعني بتكون من بس خليه، اوكي؟ هون خليه، يعني بتكون هون عندي خليه، والشيء اللي مش جوا الدائره اللي هو هذا الاكسترا سيلولار ماتريس، اوكي؟ اول شيء نيجي نحكي عن السل، لانه احنا حكينا البادي بتكون من سل واكسترا سيلولار ماتريكس. نيجي نحكي عن السل. السل بحكي لي ذا سيل ان جنرال ار كلاسيفايد انتو بروكاريوت او ايكاريوت. احنا الانسان بروكاريوت، اوكي؟ هاي عندي الايكاريوت، سوري احنا الانسان ايكاريوت، مش عارف كاني حكيتها بروكاريوت. احنا الانسان ايكاريوت وهنا البروكاريوت. شو اللي بيفرقوا عن بعض؟ اللي بيفرقوا عن بعض انه لو نيجي يعني قبل ما نيجي على الكلام نيجي نطلع على الصوره. في سيل ممبرين هون وهون في سيل ممبرين، هاي هون في سيل ممبرين وهون في سيل ممبرين، ما بيفرقوا عن بعض، تمام؟ بس ايش اللي بيختلف؟ انه ما في عندي ممبرين انكلوزد نيوكليوس، يعني ما في عندي ممبرين بيكون يعني عامل احاطه للنيوكليوس. فعشان هيك الكروموسوم او الجينيتك ماتيريالز بتكون وين موجوده؟ بتكون موجوده في السيتوبلازم. وين هاي؟ في البروكاريوت. اما الايكاريوت لا، في عندي هون ممبرين انكلوزد نيوكليوس، فالكروموسوم او جينيتك ماتيريالز بتكون موجوده داخل النواه، اوكي؟ نجي نقرا. بحكي لي بروكاريوت سيل لاكس ذا نيوكليوس، ما فياتها نيوكليوس وما فياتها جينيتك ماتيريال، سوري ما فياتها نيوكليوس وما فياتها ممبرين باوندد اورجانيلز، اوكي؟ فالجينيتك ماتيريالز بما انه ما في عندي انا ممبرين انكلوزد نيوكليوس، الجينيتك ماتيريال شو معناها؟ بتكون ار سكاترد ان ذا سيتوبلازم، يعني بتكون مبعثره في السيتوبلازم. واسم الجينيتك ماتيريالز بتاعت البروكاريوت اسمها نيوكليود. ايش اسمها؟ نيوكليود. اذا النيوكليود هي ايش؟ هي الجينيتك ماتيريالز بتاعت البروكاريوت. تركي كلي هاز نو ممبرين باوندد اورجانيلز، ما في عندي ممبرين باوندد اورجانيلز. نيجي على الايكاريوتك سيل. الايكاريوتك سيل اللي هي مثلنا بتحتوي على نيوكليوس وبتحتوي على ممبرين باوندد اورجانيلز، اوكي؟ بحكي لي الاشياء المشتركه بينهم انه البروكاريوت والايكاريوت بيشتركوا باربع شغلات. ايش هم؟ السيل ممبرين، واكيد في سيل ممبرين للتنتين. السيتوبلازم اكيد لانه يعني هي وسط بتعيش في الخليه، يعني الوسط اللي بتعيش فيه مكونات الخليه اللي هي السيتوبلازم. بعدين عندي الجينيتك ماتيريال اللي هي الدي ان اي والار ان اي، واحنا بنعرف انه ما في عندي خليه ما فيها دي ان اي وار ان اي. وعندي رايبوسوم اللي هي بتصنع الار ان اي. نتذكر ايش الاشياء المهمه انه يعني او مش الاشياء المهمه، الاشياء اللي بدها حفظ، تمام؟ كانت الحجم الخليه من 4 ل 200 مايكرونز. الاشياء اللي بتشترك فيها البروكاريوت والايكاريوت اربع شغلات: السيل ممبرين والسيتوبلازم والجينيتك ماتيريالز والرايبوسوم. وفي عندي شغله انه عندي الخليه بتكون يونيسيلولار او مالتي سيلولار. يونيسيلولار مثل البكتيريا ومالتي سيلولار مثل الانسان. نيجي على الايكاريوتك سيل، نكمل على الايكاريوت سيل. هي هون طلعوا يعني منظمه كثير الخليه، سبحان الله. اما هون ما كانت منظمه بالمره، يعني مبعثره. وشو بحكي لي انه الجينيتك ماتيريالز بتكون مبعثره، وكل شيء مبعثر اصلا، انه كل شيء داخل في السيتوبلازم. اما هون لا، مرتب، سبحان الله، اوكي؟ هون شو بحكي لي؟ بحكي لي هاي وحدات يعني ايش الاشياء اللي بتساويها، يعني ما اتوقعش انها هي مهمه كثير لانه مش متذكر انه اجى عليها سؤال على الفصل الاول. بس شو بحكي لي؟ بحكي لي انه الواحد مليمتر، الواحد مليمتر شو بتساوي؟ بتساوي 1000 مايكرومتر اللي هي المايكرون. نيجي ناخذ هاي الواحد مايكرون قديش بيساوي؟ بيساوي 1000 نانومتر. نيجي ناخذ النانومتر قديش بتساوي؟ بتساوي 10 انجسترون. اذا شو اخذنا؟ اول شيء اخذنا المليمتر، شو ساوى؟ 1000 مايكرومتر. نيجي ناخذ من هون، هسا نكمل من هون. المايكرومتر قديش بتساوي؟
ألف نانومتر، نيجي نكمل من هون، الواحد نانومتر كم بتساوي؟ 10 أنجستروم. نيجي على البروكاريوت سيل، البروكاريوت سيل هيها تمام. شو بحكي لي؟ بحكي لي الدي ان اي ستراند از سيركولار اند كولد نيوكليود. حكينا انه الجينيتك ماتيريالز تاعت البروكاريوت ايش اسمها؟ اسمها نيوكليود. طب هاي النيوكليود موجوده في منطقه محدده، ايش اسمها؟ اسمها الجينوفور. اذا الجينوفور هي ايش؟ هي المكان اللي بتتواجد فيه النيوكليود. طب ايش هو النيوكليود؟ النيوكليود هو الجينيتك ماتيريالز او الدي ان اي ستراند تاعت البروكاريوت سيل. طيب عندي الباينري فيجن، الباينري فيجن هي الانقسام تاعت الخلايا البروكاريوت، اوكي؟ اذا الباينري هي الانقسام تاعت يعني هو الانقسام تاع البروكاريوت سيل. هنا في عندي جدول بوضح فيه الفرق بين البروكاريوت والايكاريوت. بحكي لي مينينج اوف نيم. البروكاريوت برو معناته قبل، معناته ان هي اكتشفوا يعني اكتشفوها قبل الايكاريوت، اوكي؟ كاريون معناتها نيوكلياس، الايو معناته افتر، معناته هي اكتشفوها بعد البروكاريوت. ايفوليشن اوف فيرست سيل يعني متى اكتشفوها بالضبط؟ قبل تقريبا 3.5 بليون ييرز، هي يعني اقدم نوع. اما الايكاريوت اكتشفوها قبل 1.5 بليون، يعني قبل بليون ونص سنه. اوكي سايز اوف سيل، طبعا البروكاريوت هي اصغر لانها مش معقده يعني، معناته هي راح تكون اصغر. اما الايكاريوت هي اكبر. مين اليوني ومين المالتي سيلولار؟ البروكاريوت اكيد يوني سيلولار، ليس كومبلكس يعني اقل تعقيد. اما الايكاريوت هي مالتي سيلولار مور كومبلكس. الاورجانيلز البروكاريوت ابسنت والايكاريوت بريزنت. اوكي هسه يعني من هذول اللي حكيناهم اهم شيء كانت الاورجانيلز، الاورجانيلز ابسنت بالبروكاريوت وبريزنت في الايكاريوت. اذا هاي الشغله كمان بدنا نرجع نكررها، صار تقريبا اربع شغلات نضل نكررهم عشان نحفظهم. اوكي لوكيشن اوف جينيتك انفورميشن، حكينا نيوكليود ريجون واللي اسمها جينوفور. اما الايكاريوت وين موجوده؟ في النيوكليوس. هون وين موجوده؟ في البروكاريوت في السيتوبلازم. الدي ان اي ستراكشر هون حكينا سيركولار في البروكاريوت، يوجوالي 1 كروموسوم. اما في الايكاريوت هو لينير، اوكي نوت سيركولار، مور ذان 1 كروموسوم. ريبرودكتيف استراتيجي اسيكسوال وسيكسوال. اوكسجين ريكويرمنت بالبروكاريوت ان ايروبيك يعني ما بتحتاج اكسجين، اما الايكاريوت هي ايروبيك. اوكي تمام. هلا حكينا اخذنا سيل، حكينا البودي بيتكون من سيل اكسترا سيلولار ماتريكس. اوكي الاكسترا سيلولار ماتريكس من ايش بتكون يعني ايش ماله؟ بحكي لي ات ذا سبستانس ذات فيلز سبيسز بتوين سيلز اند از سيكريتد باي ذا سيلز. يعني شو بحكي؟ بحكي لي هي المواد تمام اللي بتكون يعني بتملي الفراغ بين السيل. يعني انا في عندي سيل وجنبها سيل تمام، هسا السيل وجنبها سيل بيكون في بينهم شويه فراغ، اي شيء محشي جوا هذا الفراغ بيكون اكسترا سيلولار ماتريكس. يعني اي شيء خارج الخليه هو اكسترا سيلولار ماتريكس تمام. مين بيفرزهم يعني مين اللي بيعمل له سكريشن؟ السيلز. اوكي شو بحكي؟ سوري بايش يعني من ايش بتكون؟ من الانترستيشال فلويد ومن البيسمنت ممبرين. الانترستيشال فلويد هو اي شيء غير السيتوبلازم، اي شيء غير السيتوبلازم والبلد تمام. هسا البلد يعتبر اكسترا سيلولار ماتريكس اوكي، ولكن لا يعتبر انترستيشيال فلويد. نركز فيها اوكي، الاكسترا سيلولار ماتريكس تمام ايش بتكون؟ من انترستيشيال فلويد وبيسمنت ممبرين. الانترستيشيال فلويد هي عباره عن شو؟ عباره عن اي شيء خارج الخليه تمام، يعني عباره عن كل السوائل ما عدا السيتوبلازم وما عدا البلد، لكن البلد يعتبر اكسترا سيلولار ماتريكس تمام. تمام الانترستيشيال فلويد ايش تحتوي؟ تحتوي على H2O، بروتين، الكترولايت، اسيد، هرمون، ويست ماتيريال، يعني اي شيء تمام. ثاني شيء من مكونات الاكسترا سيلولار ماتريكس هي البيزمنت ميمبرين. البيزمنت ميمبرين شو قصته؟ شوفوا في عندي انا الابيثيليال سيلز اوكي بنعرفها. هلا على نهايتها من تحت يعني هي اسمها شو بقدر ارسم تمام. مثلا هنا لو اعتبرنا هذا المربع هو الابيثيليال سيل تمام، شو بحكي؟ بحكي لي على البيزل اند يعني على نهايتها القاعديه موجود عندي البيزمنت ميمبرين اللي هو هذا اللي بالاحمر تمام، هذا البيزمنت ميمبرين اوكي. رسمته برا ليش؟ لانه احنا حكينا اكسترا سيلولار ماتريكس، يعني احترت ارسمه جوا ولا ارسمه برا؟ لا برا. ليش؟ لانه هو اكسترا سيلولار ماتريكس، حكينا هو اي شيء خارج الخليه اوكي.
فبحكي لي are sheet like deposition of extracellular matrix at the basal end of epithelial cell. يعني احنا بايش شبهناه؟ شبهناه بالصفيحة. ليش؟ لانه هو عبارة عن تجمع من الاكستراسيلولار ماتريكس، يعني اي اشي موجود مثلا هيربون بيجي وين بتجمع؟ على البيزمنت ممبرين. تمام؟ بحكي لي انه بدنا نفرق بين البلازما ممبرين، انه البلازما ممبرين بيفرق عن البيزمنت ممبرين. البلازما ممبرين اللي هو هذا، هذا البلازما ممبرين اللي هو هذا الاسود اللي انا قاعده عم بمشي فيه. البلازما ممبرين اللي هو الممبرين اللي بيكون محاط بالخليه. اما البيزمنت ممبرين لا، اللي هو بيكون موجود على البيزل اند للابيثيليال سيل. وننتبه انها للابيثيليال سيل، سوري ننتبه انها للابيثيليال سيل. اوكي هاي شو هيك بكي هي الانترستيشيال ماتريكس والبيزمنت ممبرين. هاي الابيثيليال سيل تمام، وين موجود هو؟ موجود هاي البيزمنت ممبرين موجود وين؟ على البيزل اند. لمين؟ للابيثيليال سيل. ضروري نركز انها للابيثيليال سيل. تمام، بعدين بلش عندي الانترستيشيال ماتريكس اللي هي البلاد او يعني اي شيء. الانترستيشيال اللي هي حكينا اي شيء غير السيتوبلازم وغير البلاد. تمام، نيجي مثلا نشوف هون، استنى نشوف الرسمه ان شاء الله. هيك هاي نفس الاشي، هاي الابيثيليوم حكينا احنا لازم تكون موجودة على الابيثيليال سيل، هاي الابيثيليال سيل تمام، وتحتها موجودة على البيزل اند اللي هي البيزمنت ممبرين. طبعا البيزمنت ممبرين متكون من يعني متكون من اكتر من طبقة اللي هي البيزل لامينا والريتيكولار لامينا بس لحد هون. تمام، هون بلش يكون في عندي الكونكتيف تيشو اللي هو تيشو تاني غير الابيثيليال سيل، بس البيزمنت ممبرين لمين؟ للابيثيليال. تمام بحكي لي انه كمية الاكسترا سيلولار ماتريكس بتختلف حسب نوع التيشو. مثلا بتكون في الابيثيليوم قليلة وفي الكونكتيف تيشو بتكون كثيرة. بس هون نعرف انه نفرق الابيثيليوم الاكسترا سيلولار ماتريكس بتكون كميته قليلة، اما في الكونكتيف تيشو بتكون كثيرة. تمام، شو بحكي لي هون؟ بحكي لي اكسترا سيلولار ماتريكس كونسيستنسي فاريوس. يعني شو بحكي لي؟ بحكي لي انه التصاق هاي الاكسترا سيلولار ماتريكس بيختلف من تيشو لتيشو او من مكون للثاني. تمام، مثل شو؟ بحكي لي ممكن تكون هاي الاكسترا سيلولار ماتريكس ممكن تكون مثل الجيلي بتكون موجوده في الكونكتيف تيشو بروبات، او ممكن تكون ربري معناها انها مطاطيه بتكون بالكارتليج، ممكن تكون هارد اسيه بالبون، ممكن تكون فلويد وين؟ في البلاد. احنا كان انه البلاد يعتبر اكسترا سيلولار ماتريكس. تمام، طب الاكسترا سيلولار ماتريكس ايش اهميتها؟ سبورت ذا سيل، يعني بتدعمها. كيف بتدعمها؟ احنا حكينا انه هي يعني بتحتوي على هرمون، يعني بتحتوي على هرمونات وبتحتوي على كثير اشياء. الهرمونات بتدعم الخلايا. تمام، نفس الشيء هون، سبلاي اوف نيوتريشن اند اوكسجين. حكينا يعني اي شيء خارج الخليه هو يعتبر اكسترا سيلولار ماتريكس، فانا بتفوت عندي كثير شغلات نيوتريشن. اوكي، ريموفال للويست برودكتس. اذا هم الفانكشنز تاعتهم ثلاث شغلات، سبورت اوف سيلز، سبلاي ذا سبلاي اوف نيوتريشن اند اوكسجين، ريموفال اوف ويست برودكتس. تمام، نرجع نتذكر مين اللي ما فياتها اورجانيلز الابسنت فياتها اللي هي البروكاريوت. اوكي، اورجانيزيشن اوف هيومن بودي حكينا بتتكون من سيل، تيشوز، اورجانز، سيستم، نعرفهم. اوكي، نيجي هسه على التيشوز. التيشوز بحكي لي اول اورجانز اوف ذا بودي. نرجع، all organs of the body are composed of four basic tissues in various combination. يعني انه يعني جسم الانسان بتكون بس من اربع انواع من التيشو، اما الخلايا بتكون من كثير انواع. يعني ما عندنا هون، بس المهم انه التيشو هم عندي اياهم بس اربعة. تمام، وكل يعني كل تيشو مكوناته بتختلف عن الثانية. بحكي لي each basic tissue is formed of special types of cells have the same general features and perform specific function. يعني كل تشو تمام بتكون من نوع محدد من الخلايا. مثلا الكونكتيف تشو، اوكي، الخلايا تاعيته بتكون عبارة عن انواع خاصة من الخلايا. هاي الخلايا لازم إلها نفس، يعني بتأدي نفس الوظيفة. تمام، هاي كل الخلايا اللي بتكونوا لازم تأدي نفس الوظيفة ولازم يكون إلها نفس المميزات. تمام، يعني إذا إيش مميزات الخلايا أو إيش خصائص الخلايا اللي بتكون التشو الواحد؟ إنهم have the same general features and perform specific functions. إنه خلايا اللي بتكون connective tissue لازم يكون إلها same general features، يعني إلها مميزات عامة نفس بعض كلهم. تمام، وإنها بتعمل يعني وظائف محددة، مش وظائف مختلفة، وظائف محددة. أوكي،
ركز على سبيسيفيك. ايش هم الاربع انواع هذول؟ عندي الابيثيليال تيشو والكونكتيف تيشو والماسكولار تيشو والنيرفس والنيرفس تيشو. هلا الاورجان الاورجانز ايتش اورجان از فورمد اوف ديفرنت كايندز اوف تيشو ذات بيرفورم توجذر ا سبيشال فانكشن. الاورجان بتكون من ايش؟ بتكون من انواع مختلفه من التيشوز، عشان هيك انا ركزت. تمام، هون بالتيشوز بتتكون من سبيسيفيك تايب سبيسيفيك تايبس اوف سيل، اما الاورجان بتتكون من ديفرنت كايندز اوف تيشو. يعني نركز على هاي الشغله انه الاورجان بتكون من انواع مختلفه من التيشوز من التيشوز. يعني ممكن تكون عندي من مثلا الكليه، مثلا تكون عندي من كونكتيف تيشو والابيثيليال تيشو والنيرفس تيشو مثلا. تمام، نيجي مثلا على بس هاي ديفرنت كايند سوري، لانه لازم يعني كل عضو يكون فياته اعصاب، فاكيد يعني لازم يتكون من اكثر من نوع من التيشو. اما نيجي مثلا على مثلا نيجي على خلايا الدماغ، يعني انا بحاجه لانواع مختلفه من الخلايا؟ لا، مثلا الدماغ خلاص يعني بس خلايا الدماغ، مش بحاجه لخلايا قلبيه فيه، عشان هيك سبيسيفيك لازم. اما بالاورجانز لا، انا محتاجه لاعصاب يكون موجوده في الدماغ، عشان هيك ديفرنت كايندز اوف تيشو. من الاخر عليهم يعني بنعرفهم احنا شو هم الاورجانز. اوكي، نيجي على السيستمز. A system is an organization of different organs that together perform interrelated complex functions of the body. يعني بحكي لي إنه system تمام بتكون من يعني different organs. إذا نرجع، التيشو بتكون من specific cells تمام، الأورجان بتكون من different تيشو، والسيستم بتكون من different organ. أوكي، that together perform interrelated complex functions of the body. يعني هاي يعني صح انه هي different organ، بس هذا الorgan كامل اللي بيكون السيستم قاعد عم بيعمل وظائف متعلقة ببعض. مثلا لو نيجي ناخد عن respiratory system، respiratory system ايش بتكون؟ بس بتكون من اللنجز؟ لا، ما بتكون بس من اللنج، بتكون من النيزل كافيتي. النيزل كافيتي كمان تمام. هلا شو اهمية النيزل كافيتي؟ انه بيعمل مثلا clear، وبيعمل مثلا يعني بيلتقط يعني بيلتقط الغبرة، او يعني بيعمل تنظيف للهواء تمام، او مثلا يعني بيظبط درجة حرارته. اوكي، او الشعيرات الهوائية الشعيرات الدموية مثلا بتظبط درجة حرارته. اوكي، ف يعني تكون من اكثر من اورجان، وهاي الاورجانز اللي تكونت للريسبيراتوري سيستم، غير انه يعني المين اورجان كان مين؟ اللي هو اللنج. غير هيك كان في عندي اورجان ثاني اللي هي ديفرنت اورجان، كلياتهم شبكوا مع بعض وعملوا لي الفانكشن اللي هي للتنفس. وغير انه التنفس يعني انتر ريليتد، انه هو يعني وظائف متعلقه، زي حكينا مثلا الانف اللي يعني لازم تكون له فانكشن بتساعد على التنفس تمام. حسيت حالي عكيت شوي. هلا مثلا ناخذ الريسبيراتوري سيستم تمام. الريسبيراتوري سيستم بتكون من ديفرنت اورجانز بنعرف، اللي هي النيزل كافيتي والفارينكس مثلا واللارينكس واللنج. بس ايش هو المين؟ اللي هو اللنج تمام. هسا مثلا النيزل كافيتي ايش بيعمل؟ بيعمل مثلا انه بيلتقط البارتيكلز، بيعمل كليننج تمام. مثلا اللارينكس، اللارينكس بتحتوي على الابيجلوتس اللي هو اللسان المزمار، بسكر وبفتح تمام. هدول بيعملوا وظائف، يعني كل واحد بيعمل منهم وظائف بتكمل الوظيفه الريسبيراتوري سيستم، اللي هي يعني الفاينلي انه هي التنفس تمام. فكل يعني بيعملوا انتر ريليتد فانكشنز، انه على يعني كل واحد بيعمل فانكشن تكون مكمله للثانيه تمام. نجي على موضوع ثاني اللي هو الميكروسكوبي تمام. It is a standard optical instrument for examination of histological specimens. ايش هو معناه؟ معناته انه عباره عن instrument اللي هي عباره عن اله بصريه تمام. ليش حتى يعني نستخدمها؟ لحتى نفحص الهيستولوجيكال سبيسيمنز، اللي هي نجيب مثلا عينات لمين؟ لا الهيستولوجي اللي هي لعلم الانسجه، اللي هو حكينا انه نفحصها تحت الميكروسكوب. في عندي منه 6 انواع. اول نوع وهو اكثر نوع بستخدمه، من هسه نحفظه، من اكثر نوع بنستخدمه هو اللايت مايكروسكوب تمام. بعدين في عندي 6 انواع، واخر واحد له نوعين اللي هو الالكترون مايكروسكوب، له نوعين تمام. تمام، نيجي هلا على اللايت مايكروسكوب. شو بحكي لي؟ بحكي لي ذا وايدلي يوزد مايكروسكوب، هو اكثر مايكروسكوب بيتم استخدامه تمام. بحكي لي انه اللايت مايكروسكوب بتستخدم فيزيبل لايت سورس، يعني بتستخدم مصدر ضوء مرئي عادي مثل الضوء تاع النيون، اي ضوء تمام يكون مرئي تمام. وبتستخدم كوندنسر لينس. شو بحكي لي اهميه هاي الكوندنسر لينس؟ تو سند لايت ثرو ذا اوبجكت. نيجي نطلع هون. اوكي، هاي عندي الكوندنسر لينس تمام. هون الكوندنسر لينس بيجي عندي ضوء مرئي تمام، هون بيكون موجود الاوبجكت اللي هي العينه اللي انا بدي اياها.
من اسمها كوندنسر لينس اللي هي عدسه مجمعه، بتيجي بتجمع الضوء عشان وين ترسله؟ لمين؟ للاوبجكت اللي هي العينه، اوكي؟ بعدين بصير عندي ايش؟ بصير في عندي ماجنيفيكيشن، بصير في عندي تكبير لهاي الاوبجكت اللي انا حطيتها، للعينه اللي انا حطيتها، عن طريق شو؟ عن طريق عدستين. عن طريق الاوكيولار لينس بتكبر لي اياها 10 مرات، وعن طريق الاوبجكتيف لينس بتكبر لي اياها اما 5 اما 10 اما 40 مره. طب لو جينا نحكي عن التوتال ماجنيفيكيشن باور، تمام؟ الاوكيولار لينس هي ثابته 10 مرات. طب ممكن انا اجيب اوبجكتيف لينس، يعني حسب اللينسز اللي انا استخدمتها، تمام؟ ممكن تكون عنديها 5 بيكون عندي اياها 10 ضرب 5، او ممكن استخدم اوبجكتيف لينس تكون 10 فبتكون 10 ضرب 10 اللي هي 100، تمام؟ تمام. اذا الماجنيفيكيشن بتم عن طريق عدستين اللي هي الاوكيولار لينس والاوبجكتيف لينس. اما اللايت مايكرو اما يعني 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 بشكل دائم، او مثلا شو مبدا عمله اللي هي لايت الفيزبل لايت سورس والكوندنسر لينس، تمام؟ بحكي لي ذا كاباسيتي اوف مايكروسكوب ديبند اون، يعني يعني على ايش بيعتمد او شو تحمله للمايكروسكوب الكاباسيتي له، تمام؟ بيعتمد على شغلتين، على الماجنيفيكيشن باور وعلى الريزوليوشن باور. الماجنيفيكيشن باور مبينه هي يعني قوه التكبير للاوبجكت اللي هي العينه، تمام؟ الريزوليوشن باور خلينا نفهمها، الريزوليوشن باور هي اقصر مسافه، تمام؟ بين يعني اقصر مسافه بين جسمين مختلفين عن بعض، وشو ما قربت بينهم ببينوا على انهم جسمين، ما ببينوا انهم جسم واحد. اذا هي اقرب مسافه، تمام، بين جسمين بتبين لي اياهم انه هم جسمين مش جسم واحد. يعني مثلا لو كان في عندي طيارتين بعاد عن بعض، ممكن انا اشوفهم ايش؟ طياره واحده. بس هذا اللايت مايكروسكوب ببين لي اياهم انهم يعني شو ما كبرت وشو ما خففت الدقه، ببين لي اياهم انهم هم يعني عباره عن تو بارتيكلز، تمام. بحكي لي انه الماجنيفيكيشن بيكون له قيمه لما يكون مصحوب بهاي ريزوليوشن، يعني لو كانت الدقه قليله، تمام، وشو ما كبرت شو ما كبرت ما بيكون الشيء مفيد. اما لو كانت الريزوليوشن عاليه شو ما كبرت بيكون التكبير يعني بيكون الشيء له فايده، تمام. ذا ريزوليوشن باور هون عندي الهيلثي نيكت اي لللايت مايكروسكوب للالكترون مايكروسكوب، تمام. هنا يعني هاي بنعرفها، حكيناها قبل بالمحاضره الثانيه. هنا بيحكي لي انه هنا برضو عندي لايت مايكروسكوب، بس بيكون هنا عندي بعدستين، هناك كان طلعوا نيجي هنا عدسه واحده، اما هون عندي اياها شو؟ هون عدسه واحده، هون عدسه واحده، تمام. اما هون عندي اياها بشو؟ بعدستين، تمام. ثاني مايكروسكوب اللي هو الفيس كونتراست مايكروسكوب. بدنا نتذكر بس نحكي كلمه كونتراست، بدنا نتذكر كلمه شفاف، تمام. تمام، اذا ايش معنى هذا؟ it depends on the idea that some lens system can produce visible image from transport transparent objects اللي هي انستين. يعني شو بحكي لي؟ بحكي لي هذا ايش بيعتمد؟ بيعتمد على فكره انه في عندي نظام من العدسات بيعمل لي الاشي الشفاف، العينه الشفافه بيعمل لي اياها صوره مرئيه، تمام. شو مبدا هذا الاشي؟ يعني كيف هو بيعمل لي من اشي شفاف صوره مشيوفه؟ بحكي لي the principle is that light changes speed when passes through cellular and extracellular structures with different refractive index. معناته انه لما الضوء بيجمره، هسه هو عباره احنا حكينا انه يعني بيستخدم ضوء، تمام. لما الضوء بيمرق من السيلولار للاكستراسيلولار بيمرق، يعني سرعه الضوء بتختلف، تمام، بتختلف بالاعتماد على ايش؟ على معامل الانكسار تاع الاكستراسيلولار والسيلولار نفسه، تمام. ببين انه في عندي مناطق فاتحه، مثلا هون هي هون ابيض مناطق فاتحه، في عندي مناطق غامقه، تمام. ايش اهميه هذا الفيس كونتراست مايكروسكوب؟ يعني ايش اكثر شيء بفيدني؟ انه افحص الليفينج سيل والتيشو كلتشر. مثل شو التيشو كلتشر؟ مثل البلد سيلز اند السبيرمز، اوكي. مين اكثر واحد بنستخدمه؟ اللايت مايكروسكوب. لما بنحكي فيس كونتراست مايكروسكوب شو بنتذكر؟ بنتذكر كلمه الشفاف، انه بخليني اشوف العينه الشفافه لصوره مرئيه. ثالث واحد differential interface contrast microscope. برضو في عندي كلمة contrast، معناته ايش؟ معناته برضو لازم بيكون، يعني بيكون الاشي اللي بستخدمه unstained او transparent، اوكي؟ بحكي لي هو عبارة عن له اسم تاني اللي هو انه مارسكي مايكروسكوبي، اوكي؟ هو فيرجن، يعني هو نسخة محدثة من الفيس كونتراست مايكروسكوب اللي هو يعني
كلمه كونتراست معناته بيكون ترانسبيرنت او انستينت. اوكي the obtained image appears to have three dimensional characters. بدنا نعرف انه هذا الديفرنشيال هي يعني رقم يعني هي حرف الدي من 3D. اوكي 3D اللي عندي ديفرنشيال، فمين اللي بيعمل لي الصوره 3D ديفرنشيال؟ مين اكثر واحد بستخدمه؟ اللايت مايكروسكوب. بيحكي لي ايش بيستخدم هذا؟ بيستخدم تو سيبريت بيمز اوف لايت، بيستخدم حزمتين من الاشعه. لما بنشوف صوره فيها 3D مثلا، جاب لي صوره وحكى لي ايش نوع المايكروسكوب اللي استخدمناه اللي هو هون، بما انه 3D معناته ايش؟ ديفرنشيال انترفيس كونتراست مايكروسكوب. رابع واحد اللي هو الفلوريسنس مايكروسكوبي، بيحكي لي certain substance absorb invisible ultraviolet light of short wavelength. بيحكي انه في بعض مواد تمام بتمتص اشعة ال UV اللي هي الالترافيولت لايت. هاي الالترافيولت لايت يعني من خصائصها انه هي short wavelength تمام. هاي المواد نفسها شو بتعمل؟ بتروح بتبعت لي هاي الالترافيولت لايت لvisible light، يعني بتروح بتحول لي اياه من ultraviolet light لvisible light تمام. ولهذا الvisible light بتكون long wavelength. اوكي ومعروف لحتى يظهر على شكل فلوريسنس. يعني انا مش عارفه يعني دورت هيك يعني حاولت افهم شو هي الفلوريسنس، فاتوقع هي الماده اللي بتمتص الماده اللي بتمتص الالترا فايولت لايت وبتحول لي اياه لا فيزيبل لايت، وبتكون يعني بتظهر على يعني بتظهر بهاي الالوان، بتظهر بهذا الشكل تمام. بحكي لي this microscope is provided with special lamp. أكيد فيها تو special lamp. ليش؟ عشان تبعث ال ultraviolet light. هاي ال ultraviolet light بتروح بتخترق الأنسجة. أوكي إيش هي الفلوريسنت ستين؟ يعني أنا بصبغها بفلوريسنت ستين، إيش اللي ممكن أستخدمها؟ عندي الأكرادين أورانج أو في عندي الدابي. بحكي لي الدابي هي immunohistological technique، يعني أنا بستخدمها يعني بستخدمها بشغلات الإميون مثلا للأنتيبادي وهاي الشغلات. أوكي إيش يعني إيش أحسن إشي أستخدمها يعني او شو اهميتها او ليش ما استخدمها؟ عشان الفيزوليز دي ان اي والار ان اي، عشان اشوف الدي ان اي والار ان اي والانتيجين انتي بودي كومبلكس اللي هي الانتي بودي ليبلد وذ فلوريسنس، يعني لازم تكون محطوط عليها الفلوريسنس. اوكي حتى تمتص حكينا الالترا فايلت وتحولها لفيزيبل لايت. عندي الكونفوكال ليزر مايكروسكوب بنستخدم فياته الليزر سورس، اما باللايت مايكروسكوب كنا نستخدم الفيزيبل لايت الفيزيبل لايت تمام. اما هون شو بنستخدم؟ بنستخدم ليزر سورس. مهم نفرق بينهم. الكونفوكال ليزر بنستخدم من اسمه ليزر، بنستخدم ليزر سورس بس ممكن مثلا ما يجيب لي كلمه ليزر، ممكن يجيب لي الكونفوكال مايكروسكوب، فبدي اعرف انه ليزر سورس. اما اللايت مايكروسكوب شو بيستخدم؟ بيستخدم فيزيبل لايت. The specimen should be labeled by fluorescent molecule، يعني لازم العينة اللي بدي أحطها تحت تحت الconfocal microscope لازم يكون عليها fluorescent molecule. ليش؟ عشان تزيد the optical resolution and the contrast. The reflected light pass شوفوا هسا أنا مثلا لو أجيب ليزر عادي تمام وأجي أحطه على الحيط يعني هيك ببين إنه متشتت صح؟ فالليزر دايما بيكون فيه تشتت، فأنا عشان أمنع هذا التشتت للصورة بمرقه بسمول هول، يعني بمرقه هيك بشق صغير، بخلي الليزر هذا يمر بشق صغير عشان أفحص الديتيل بشكل دقيق تمام؟ طبعا بكون شابكته مع كمبيوتر. اذا النوع اللي بيكون شابكته مع كمبيوتر مين هو؟ الكونفوكال ليزر مايكروسكوب. اول مايكروسكوب هو اكثر مايكروسكوب بنستخدمه اللي هو اللايت مايكروسكوب، هو اكثر مايكروسكوب بنستخدمه وفياته فيزيبل لايت. المايكروسكوب الثالث اللي كان ديفرنشيال شيء فياته لازم يعني بيعطيني النتيجه ب 3 دي. الكونفوكال ليزر بكون شابكته على ايش؟ بكون شابكته على الكمبيوتر تمام. سادس واحد الالكترون مايكروسكوب، تكنيك از يوزد تو اوبتين هاي ريزولوشن ايميجز تمام. هلا بحال بدي هاي ريزولوشن ايميج افضل شيء استخدم الالكترون مايكروسكوب، اكثر واحد بستخدمه اللايت مايكروسكوب. في حال بدي هاي ريزولوشن بستخدم الكترون مايكروسكوب تمام. بيم اوف الكترونز از يوز از سورس اوف لايت، يعني ما عندي ضوء تمام ولا فيزيبل ولا الترا فايولت ولا شيء، يعني ما عندي ضوء. ايش الشيء اللي بستخدمه؟ بستخدم الكترونات تمام. شو اللي بيصير عندي؟ عندي الفيكام تيوب. هذا الفيكام تيوب بيكون فياته يعني هو اللي بيطلع الالكترونات، بتروح الالكترونات بتضرب مع الصوره بصير في بينهم تفاعل وبتظهر الصوره تمام. The lenses are electromagnetic coils instead of glass
لينز، يعني بيحكي لي انه العدسات المستخدمه مش عدسات ازاز، العدسات المستخدمه هي الكترو ماجنتيك كويلز باللايت مايكروسكوب كلاس جلاس لينز، تمام. اما بالالكترو مايكروسكوب الكترو ماجنتيك كويلز، هاي الالكترو ماجنتيك كويلز، تمام. الاليومينيتنج سيستم اللي هو نظام الاضاءه من ايش بتكون؟ بتكون من الالكترون جان وبتكون من الكوندنسر لينز. نفس الاشي باللايت مايكروسكوب برضو تكون من كوندنسر لينز بس مش الكترون جان، تمام. هون بتكون من كوندنسر لينز. طيب كوندنسر لينز يعني من اسمها عدسه مجمعه، تمام. ايش بتسوي؟ بتروح بتنشئ او بتولد، تمام، سيركولار ماجنتيك فيلد، بتولد مجال مغناطيسي دائري، تمام. هذا المجال المغناطيسي الدائري بيعمل على تركيز الالكترونات على العينه، فبدل ما تتشتت الالكترونات، لا هي هاي الكوندنسر لينز اسمها مجمعه، تمام، بتروح بتمسك هاي الالكترونات يعني بتنشئ مجال مغناطيسي دائري. هذا المجال المغناطيسي الدائري بيعمل فوكس للالكترونات على العينه. اما الايميجينج سيستم نظام الصوره من ايش بتكون؟ بتكون من انذر الكتروماجنتيك لينسز، من 2 ل 3 ومن سكرين. من بين هاي الانذر الكتروماجنتيك لينسز عندي الاوبجكتيف لينز. الاوبجكتيف لينز بتستخدم برضه عشان تعمل ريفوكسينج للالكترون بعد ما تمر من السبيسيمين، تمام. بعد ما تمر الالكترونات من العينه بترجع الاوبجكتيف لينز بترجع بتجمع هاي الالكترونات، بترجع يعني بترجع تعمل اعاده تركيز للالكترونات، تمام. وفي عندي البروجيكتور لينز. البروجيكتور لينز بتعمل على تكبير الصوره لحتى تعرضها. اذا بروجيكتور من اسمها يعني رح تعمل بروجيكشن، تمام، بتكبر الصوره عشان تعملها بروجيكشن على السكرين. اما الاوبجكتيف تعمل ريفوكسنج للالكترون بعد ما تمر من السبيسيمين. The image appears on screen plate which glows when being hit by electron. شو بيحكي؟ بيحكي لي انه احنا حكينا الصورة بتظهر على سكرين، تمام. هاي السكرين يعني بتبلش تضوي لما يصير في عندي تفاعل بين الالكترونز والعينة، يعني لما الالكترون بيجي بضرب بالعينة بتروح هاي الشاشة بتضوي، تمام. Images can be detected as light area او dark areas. هل light areas منسميها electron lucent، يعني مثلا هون طلعوا هون مثلا عندي هاي المنطقة فاتحة، تمام، اسمها ايش؟ الكترون اليوسنت. اما الدارك هايلايت، اما الدارك تمام بنسميها الكترون دنس، تمام. ذا تيشو اند سيل نيد سبيشال بريبريشن. اوكي، بيحكي لي انه التيشو اللي بدي احطها او السيل اللي بدي احطها على الالكترون مايكروسكوب لازم اعمل لها تحضير خاص، تمام، يعني هذا بالمحاضرة الثانية اتوقع، تمام. بعد بعملها تحضير باجي بعملها ايش؟ بعملها كات، يعني بصير بقطع فيها لسكشنات صغيرة، تمام. يعني حجم هاي السكشن قديش بيكون 1% من المايكرون، اوكي. بعدين بنجمعهم هاي السكشنات اللي انا قطعتهم، بنجمعهم ونحطهم على كوبر ميتال جريد اللي هي هاي، تمام. اوكي، during preparation section يعني من خلال هذا البريبريشن شو بنعمل؟ حكينا احنا بدنا special preparation. من ضمن هاي special preparation ايش عندي؟ انه بنصبغها ب salts of heavy metal، بنصبغها باملاح العناصر الثقيلة، مثل شو؟ مثل الليد نيترات ومثل اليورانيل اسيتات، يعني هدول المادتين ان نحفظهم، الليد نيترات واليورانيل اسيتات. هدول المادتين بنستخدمهم عشان نصبغ المواد اللي بدي احطها على الالكترون مايكروسكوب، تمام. الالكترون مايكروسكوب كان ماجنيفاي ذا ايميج thousands of time، يعني بيقدر يكبر الصوره الاف المرات، تمام. ريزوليوشن له 2×10 نانومتر، يعني كبيره كثير. فور بريمننت ريكورد، مثلا اشي يعني مثلا اشي انا عملته وبدي ارجع له بعد مثلا اسبوعين ثلاثه، ايش استخدم؟ بستخدم الفوتوغرافيك فيلم. الفوتوغرافيك فيلم بستخدمه مع الالكترون مايكروسكوب، نحفظ انه مع الالكترون مايكروسكوب عشان ايش؟ عشان البريمننت ريكورد، عشان اقدر ارجع له. حكينا انواعه من اول ما بلشنا، انه حكينا هم سته، حكينا انواعه 2، الترانسميشن الكترون مايكروسكوب والسكانينج الكترون مايكروسكوب. الترانسميشن الكترون مايكروسكوب وير الكترون بيمز باس ثرو ذا سبيسيمين، يعني الالكترون بيم بتروح بتخترق هاي العينه انا حطيتها، بتخترق التيشو اللي انا حطيته، تمام. فلما بتخترقه بتبين لي الديتيلز تاعت الانترنال ستراكشرز للسيل، يعني شيء انا حطيته، تمام، ما بتبين لي اياه بس شكله من برا، لا بتبين لي الديتيلز تاعته، بتبين لي مثلا الميتوكوندريا، بتبين لي كل شيء داخل هاي الخليه اللي انا حطيتها، تمام. ريزوليوشن باور 2×10 نانومتر.
اما النوع الثاني السكاننج الكترون مايكروسكوب، هو نوع خاص من الالكترون مايكروسكوب. الالكترون بيم ما بتفوت لجوا، بس على السطح، مثلا هون، مش مثلا هون، السكاننج الكترون مايكروسكوب. تمام، حكينا يعني بس بتصور للسطح، يعني هون هاي بس مصوريت للسطح، اما هون بس عن جد يعني بس السطح، ما في عندي ديتيلز لجوا، ما في عندي ميتوكوندريا ولا في عندي اشي. تمام، لو نيجي نطلع هنا على الترانسميشن الكترون مايكروسكوب، حكينا بتبين لي الديتيلز، وهون عن جد في ديتيلز، اما هون ما في ديتيلز. تمام، الكترون بيم ار ريفليكتد فروم ذا سيرفيس اوف كوتد سبيسيمن، ذس جيف طبعا في عندي 3 دايمنشنال ايميج اوف ا سبيسيمن. مثل شو اللي 3 دايمنشنال؟ مثل النوع الثالث اللي هو الديفرنشيال، اشي نسيته، النوع الثالث. المهم اذا صار في عندي 2 مايكروسكوبي بيعملوا 3 دايمنشنال، مين هم؟ الالكترون مايكروسكوب نوع السكاننج والديفرنشيال. اشي ريزوليوشن باور له 10 نانومتر، ريزوليوشن باور له هنا اكبر من الالكترون مايكروسكوب. وهنا يعني صورة بين هدول الاثنين، هون لايت ميكروسكوب وهون الكترون ميكروسكوب. وهيك خلصت محاضرتنا، وأسفة حس حالي طولت ومش عارف شو وبس.